من أعظم النعم على بني آدم وعلى المملكة الحيوانية كلها نعمة الماء، فبه تقوم الحياة وعليه يعتمد الأحياء. ولكن الذي يجب أن يعرفه الجميع أن نسبة الماء في نقصان مستمر، ومياه الشرب في جفاف متواصل، ويخشى أن يستمر هذا الجفاف وتزداد نسبة شح المياه بسبب عدم ترشيد إنفاقه. ولذا يجب علينا أن نعرف ما حقيقة نقصان المياه المتحدث عنها، وما هو واجبنا تجاه هذه المشكلة، وكيف نعدل من سلوكنا تجاه الإسراف في الماء. كل هذا سنعرفه أكثر في الحلقة المقبلة من برنامجكم ساعة وصال، كونوا في الانتظار. برنامج ساعة وصال مع الداعية مختار جامل يأتيكم بإذن الله مباشرة يوم السبت عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.